امتى حسيت انك بتحب الاهلي او شفت الاهلي ازاي؟ او مين من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي وخلتك تبص على النادي الاهلي كده وتقول ان ده النادي اللي بتمنى العب فيه؟ لما كنت صغير كنت بتفرج على الاهلي، بتفرج على كابتن عماد متعب وعلى ابو تريكه، بتفرج على كابتن حسام غالي كمان. بس طبعا كنت بحب قوي كابتن ابو تريكه لانه لعيب رائع، واي واحد في العالم بيعرف ابو تريكه كويس، ده واحد من اشهر اللاعبين في العالم، وكان شرف ليا اني العب في النادي اللي كان بيلعب فيه ابو تريكه قبل كده. ده واحده من افضل لحظاتي اني العب في نادي الاهلي. يمكن جيت شفت حسام غالي، شفت عماد متعب، قلت لهم ولا ده كان جواك بس؟ بالتاكيد قلت لهم طبعا، ما قدرتش اخبي مشاعري ناحيتهم. لما شفت كابتن متعب في اوضه اللبس قلت له يا انا مش مصدق ان انا قاعد معاك في نفس الاوضه وبنلبس مع بعض في نفس الاوضه قبل الماتش، كنت بتفرج عليك في الاهلي في المنتخب الوطني، كان حلم ليا العب معاك. وطبعا دي اكبر هديه بالنسبه لي ان احنا نلعب مع بعض يا كابتن عماد. وقال لي طب انا عايز تدي كل اللي عندك، قال ان شاء الله هدي كل اللي عندي النادي الاهلي. محمد ابو تريكه يمكن ما شفتوش، هل قابلته في مكان؟ هل اتكلمت معاه قبل كده؟ لا للاسف ما قابلتوش بشكل شخصي. كنت اتمنى اني اقابله بشكل شخصي، لان لو كنت قابلته كنت هقول له، كنت هعرفه قد ايه ان هو واحد من افضل الناس بالنسبه لي. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، هو اكيد بيتفرج علينا دلوقتي، فممكن كانه قاعد معاك هتقول له ايه؟ التونسي محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي والمايسترو محمد ابو تريكه بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي. If I get to see him as a person, I will not hide my feelings. لا نفسي اقابله حتى وكده يعني على السريع، حتى هقول له مش هخبي مشاعري ساعتها، وهقول له قد ايه انا بقدرك. حتى امبارح كنت قاعد بتكلم مع زمايلي عنه، كنا عندنا مناقشه على ابو تريكه مع لعيبتي، وكنا بنتفرج في ماتش في قناه النادي الاهلي وكان في مباراه بيلعب فيها ابو تريكه. قلت لهم يا انتوا قابلتوه؟ انا ما قابلتوش للاسف. لو قابلتوه فخليكم تصوروا معاه وهاتوا لي صوره. ده معظم ماتشات الاهلي السابقه كان هو احد افضل اللاعبين فيها. طبعا نجوم النادي الاهلي على كل العصور، ولعيبه نادي الاهلي كلها نجوم على مر العصور، واكيد انت بقيت نجم من نجوم النادي الاهلي اللي الناشئين الصغارين في افريقيا في مصر نفسهم يشوفوك كويس في النادي الاهلي، ونفسهم برضو يجوا يلعبوا في النادي الاهلي ويقعدوا يتكلموا معاك، لان انت النهارده بقيت لعيب كبير في النادي الاهلي ولعيب مؤثر. طبعا انا عارف، بالنسبه لي اكيد زي ما اعجبت في يوم ايام بحد، اكيد في حد في يوم ايام هيعجب بيا، ده قانون الحياه. طبعا لازم يكون لنا مثل اعلى نحاول نوصله ونقلده، زي ما كان نفسي اقابل كابتن ابو تريكه، اكيد في ناس صغيرين نفسهم يقابلوني. وطبعا في حاجه زي كده دي بتبقى ده حاجه شرعيه في كره القدم، لان الناس كلها بتتفرج عليك في كره القدم، واللي بتعمله بتبقى قدوه للاعبين تانيين خصوصا الصغيرين، فبتحاول تدي كل اللي عندك عشان تدي نموذج كويس.